ازيكم؟ احنا خلاص راجعين قريب، بس قبل ما نرجع قلنا نعمل لكم حاجة انتوا طلبتوها مننا كتير، وهي اننا نوريكم كواليس ذا ستوكرز وناخدكم في جولة في الحاجات اللي بتتشال في المونتاج والبلوبرز. بلوبرز ما اتمناش اشوف حد بيستغلها غلط، واتمنى دايما نفضل نقصد عشان ده. وكمان تدوسوا على الزرار بتاع الجرس علشان يجيلكوا كل الحلقات اول ما تنزل. يلا يلا بقيت كلب الترندات. اتعامل بحب. استني نعيط سوا. قمة الادب تجاهلك لقليل الادب، عشان كده في ناس كتير بتتجاهلني. في الاول هنوريكم فيديو معفن كده، اول فيديو صورناه بالموبايل، كنا بنجرب وبنتدرب على اول حلقه لما ما كناش لسه عارفين هيتصور هيبقى برنامج فعلا ولا يبقى مجرد ديمو ومش هيكمل. وكمان اعضاء جمعيه هحشر المناخير عشان اتس ماي بزنس معاكم. سلام واحمد، ودي اول حلقه من ذا ستوكرز. في كل التيكس اللي بتتصور بيبقى قبلها يجي 10 صورناهم وتلخبطنا فيهم. قد ايه الدقن ولما بتحلقها بتغير. في المركز الثالث بتيجي خبيره التجميل. التجميل اطلالك الناقصه قبعه بنقشه الحمار البحشي. كانت جنح الدخيله الاقتصاديه في السكندر فسفس. كل دي واخبار تانيه عامله لكم ستوكينج. عامله لكم؟ لا عملنا لكم. طب بتقولوا ليه ده؟ غير ان انا هعيد تاني دلوقتي عشان انا بنسى. يلا انزلي يا ابني باغنيه سيد. ده ممنع ممنع. خالد ما بقاش على تواصل مع باباه الحقيقي ايمن الزهبي. ليه لحد دلوقتي طلعوا وما طلعوش لافوش؟ وبكده تكون هو في انا مهنجه النهارده فش. بس اللي زود الشك انها كانت لابسه صوره. لابسه صوره. بس لو دخلتوا على الالك على هو في ايميل مهرجان الجونه بنحضر البريمير بتاع فيلم الاسترالي احمد زكي. جلا لما بتلخبط بتعمل فمن ف انا بضحك ليه؟ لثلاث دقايق مس غلط. يلا ليه وش حيطه لما بيتلخبط بيلطم. ما احب الناس. وجلا لما بتتوتر بتستحضر ارواح في اللوكيشن. وقالت في الستوري احضري يا روح الجد. كله هي كلمه كلمه كلمه. خلاص دي اخر حته في الكومنت. مش حته لما بيتوتر بينادي محسن اللي احنا مش عارفين اصلا مين محسن ده. يلا محسن يا محسن نروح. يلا محسن بس خليك في البيت. البيت اوعى تخرج. محسن بتبص مين هنا؟ محسن محسن. وبيقعد ينتقد اداؤه بنفسه وبيعيد الجمله اللي قالها عشان اداؤه ما بيعجبوش. بجد من غير ما اعيد تاني؟ انت عمره قلت لك عايز اعيدها تاني وانا اخدنا ادائي مش حلو والله العظيم. حلو الفيلم 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 بس اداء فيه انرجيتك المره دي. عايزها تاني معلش بليز. جلا اوقات بتجيب لنا الكلب بتاعها اللوكيشن وانا بخاف من الكلاب وبيبوظ لنا التصوير. انت متخيل تحت رحمتك يا كلب يا ابن الكلاب. يا حبيبي انا اسفه. ايه تعالى ست. لا ما هو مش تعالى فوق. مش تعالى فوق. حقك على استاذ شحاته فاكر نفسه ان ده شراره وبيغني كل شويه ويبوظ لنا التصوير. هسلك 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 لوكو لما تسلكوا لنفسكوا. طب علي حضر ودل بيته يدق الباب تنسى واحده قالت لي قول. في كواليس ذا ستوكرز بجد ممكن نوقف التصوير عشان جات لنا كريزه ضحك. خدوها باين علشان حاجه اصلاح بتاع الناس انها صغيره. ولاده ادم وعلي. احمد فلوكس برضه. لا والله. اول حاجه نرشحها لكم هو المسلسل الكوري اتس اوكي تو نوت بي اوكي. المسلسل بيحكي عن واحد شغال في الطب النفسي اخوه عملته. دي متهوره بس بحبك. بص الاحداث بيتعرفوا عليك. في كل الافلام اللي احنا رشحناها لو بتشوفوا.
ممكن يكون ضايق عمر. وبكده حاجة داخلة علينا. انا لازم اقعد معاكوا على حلقة البلوبرز دي عشان خايفة على بنت. يا نجمتنا يا حبيبتنا. برضه بيبقى فيه لقطات مريبة وغريبة انا شخصيا خايفة وانا بشوفها معاكم. والشركة بتاعت ريانا اللي ثانية حسنا عايز اكرر اتحاد الكرة المصري اعلن انا قرعت المكان. ممكن انفشي لسه بقى عايش. اول يا وين وبعد جواز اصاله من طارق العريان طارق العريان شكلك رائع. اسكوز مي يعني هنغار قالت له ربنا هو اللي انا بوقعها حضرتك. انا سكت انا تعبت انا متوتر انا في ذا ستوكرز بنحقق معادله ان في ضحك ولعب وجد. لا بهزر مفيش جد. للاسف مش ما بنتكلمش عن المواضيع اللي بجد احنا تفاهه بس الاكيد ان في حب كتير. خدي بوسه من تحت الكاميرا. لاف يو. بصي للكاميرا يا جنى. والاهم من ده اننا بنشجع بعض واحنا جمهور بعض. برافو برافو.